بالوعي نتصدى، وبهدف ضمان شروط الإقامة الصحية للطلاب المقيمين، اتخذت إدارة جامعة حلب الإجراءات اللازمة لتعقيم الوحدات السكنية في المدينة الجامعية، حيث تم تعقيم المداخل والحدائق إضافة لأكثر من 10 وحدات سكنية. تم تعقيم كل مرافق الوحدة السكنية من المطابخ والحمامات ودورات المياه والممرات وغرف الطالبات، ثم انتقلنا للحدائق وهكذا إلى الوحدة الثالثة والرابعة، واليوم صباحا أكملنا في الوحدة الخامسة والسابعة والثامنة والوحدة 11 و12 وحاليا الوحدة 13 التي نحن الآن نقف أمامها. هذا الأمر كان طبعا إجراء احترازي وقائي. شكلنا فرق للتعقيم للوقاية من فيروس الكورونا، وبلشنا حاليا بالسكن الجامعي، المدينة الجامعية، الوحدات السكنية كلها، القاعات المطالعة. عندنا ورشة خارجية للمداخل والورشة داخلية حتى للغرف، تعقيم الغرف وتعقيم السكن الطلاب كله، وبالإضافة للكليات. إجراءات الوقائية التي تقوم بها يعني الجهات المسؤولة وبالأخص في المدينة الجامعية هي عمل مهم جدا، ويعني واعي وموضوعي يساهم في الحماية والوقاية من هذا الفيروس، علما حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خوف على الطلبة أو داخل المدينة الجامعية من انتشار هذا الفيروس. بدورهم أكد الطلاب بأن عملية الوقاية هي احترازية، وهذا الشيء لا يكفي، بل عليهم توعية الآخرين، منوهين بأن النظافة هي الأساس. عم نعقم المرافق العامة والغرف والممرات، وطبعا يعني هذا لازم كل الطلاب تلتزم بالوقاية، الوقاية مشان ما حيصير أي أمراض. يعني نحن كطلاب عم نقوم بالإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس. الفيروس غير موجود، ولكن الدولة مشكورة قامت بالوقاية، إدارة السكن قامت برش المبيدات وتعقيم الوحدات السكنية كاملة، مشكورة جهودها. نتمنى من الجميع أنه يلتزم بهالإجراءات الوقائية. إحنا علينا أنه نعقم بشكل دوري إن شاء الله، ولكن المتابعة الشخصية والتعقيم الدائم لطلابنا حرصا على سلامتهم. مديرية السكن الجامعي تعمل بشكل مستمر على استكمال أعمال التعقيم والتنظيف التي ستصبح بشكل دوري، ليتم عملية بخ المعقمات مرتين خلال الأسبوع للنقاط المستهدفة منها المرافق العامة وغرف الطلاب.